انا اسمي عبد الهادي ناصر فرج بفايدة رسمي صديقني. الخدمة هنا تحت كوب الدولة انقذ ياه ما شاء الله ما فيش حاجة ما فيش اسمها خدمة، لكن واحد استاذك الحمد لله ماشي الامور. قصدي بديت هالفكرة واحد قصدي عادي تلبك 200 300 جنيه تمشي تاخذ فيك براريد كيلو كاكاوية كيلو لاز، قصدي بداية تلقى واحد تخدم الحمد لله ماشية وماشي الحمد لله الامور هاي. قصدي واحد يستجد شوية يخدم ما يقولش ما فيش خدمة قام يصلحوش، قصدي بتقام يصلحوا ذلك الدنيا فهمت واحد الله منا يطلع يخدم اي حاجه عادي خدمه مش عارف يقول لك خدمه النار فيها شهر واحد يخدم مستلزم الحمد لله ماشيه. قصدي بتقعد في الحوش تعب على هذا تعب على ابوك على امك ترى مش دايمين لك فهمتها. قصدي واحد يخدم مستلزم ومشي اموره والحمد لله وتمشي ما يباش على حد بس هذه هي الله منا يطلع يخدم يشوف اي خدمه اي حاجه عادي دير حتى برويته مش حتى طالب برويته فا فا ترامس تاع شاي فا حفاظ كاكاوية حفاظ كلاس واصل سكر ليش بتكلفك 200 250 300 عادي إذا راح تسلسل تشوف شوية وتمشي مورك الحمد لله وماشية. ده هو الحد صاحب الطاولة راهو بلاد في المفتاح هو قصدي في صوت خرافة كيف أنا ما كنتش نخدم الحد جات تعرفت عليه هيك صارت صدفة هيك تعرفت عليه قعدت نخدم معاه وحد كويس بارك الله فيه ومش مقصر حتى هو ومعاملته كويسة بارك الله فيه. الخدمة ماشية الحمد لله نجوم الصبح نستانس بالمغرب نسكر ونروح ناخذ البضاعة وتمت ماشي الامور تمشي. اما تجي الصبح تجيب تدف طبعا شوية تدف فيها هكا احنا تدفها جاية هنا بتكنس ثلاثة فهمت كيف؟ تجيب معك نعناع تغسل نعناع تديرها في الحافظات تجيب تواصل سكر تولع نارك تبخ نعناع تبخ ثلاثة وتقام تستانس تدرس عليك اسبوع بتشوف شنو يبدي شنو ما يبديش ماشي الامور تمشي الحمد لله. لازم في اللي ياخذ مخلط قويه ولازم في اللي ياخذ شاي عادي فهمت هذا هو الناس زي تاخذ الله يبارك ان شاء الله. هو كل يوم ويوم زي ما قصدي تقول ما في خدمه يوم ما فيش يوم نص نص الحمد لله واحد يحمد ربي وربي ما ينسى حد فهمت تخدم انت بتجي بتدير حد جاتك بتفرج بتخدم خدمت اليوم باهي ما خدمتش ما خدمتش قصدي هذا هو لكن الحمد لله في خدمه وماشي الامور. في ناس جلسوا ودرسوا عليه يقول لك ربي يعاون قصدي هيك صح هيك مش عارف شنو قصدي خير من واحد بيجي يمشي حاش ويقعد حاط يده على خده ويستنى يقول لك موت ما تباش عليه الحمد لله في السيوله قصدي تطلع تخدم فهمت انت ربي سخر لك نزل مرتبات ما نزلوش تخدم مش تمشي امورك قصدي حياه يوميه فهمت بيجي يمشي حاش ما عندك ما بدي تقعد تجامسه خلاص الحمد لله تريد مرات الدوله قصدي مليحه فهمت لكن انت ما تباش تقعد عاد على المرتب مرتب ما فيه سيولة تو فيه قصدي تو زي صاحب الطاولة هذا مدايرة حتى يخدم عنده مرتب لكن شنو مش عاد على المرتب انت منزلنا 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 شاو يخدم انا استلزم قصدي بيع مرتب الدولة ما فيش من فهم ده كبيرة باش ينزل وقت وهم تجيبوا سيولة فهمت كيف لكن يخدم خدمة يومية تكون محترمة كويسة ما فيهاش عيب قصدي واحد خير ما يدير الحرام ويدير حاجه ثانيه قصدي تكون طباع قدام الناس في وقت ثاني فهمتها؟ ايه ما فيهاش لا حاجه هذه حاجه حرام فهمتها؟ تخدم تسترزق على حالك ما تصل في حد ما فيش حد يصل فيك كره بقدر الاحترام تاخذ قصدي الناس فيه ناس كويسه فهمتها؟ توقف وتشجع وما تكسرش معك هذا هو كل شيء يجي وقت من الحاج احنا علينا صب قويه وسكر وعدل شاي وهذا هو بس والله قصدي خدمة سهلة وماشي الأمور تمشي الحمد لله يا صاحبي يقول لك هذه خدمة تجيش معاي هذه خدمة مش عارف تجكتر علي قصدي تعال الوقت أنت أنت خليك قدرك واحترامك كل قدرك تحترمك دير شو بتاع النظام أنا وأنا ما تجيش معاي خدمة هذه وأنا مش معاي قصدي من الجو ما تجيش معاي فيش حاجة ما تمشيش وقتها هو أي حاجة يخدمها يقول لك لا فهمت أي حاجة يخدمها حاجة فيها فلوس تسترزق واحترامك قدرك ما تقولش لا